مرة جديدة إلى الناصرة وضيفنا محمد زيدان الباحث في الشؤون الإسرائيلية. يعني سيد محمد، حتى الآن لا تأكيدات عن ولا أي معلومات بشأن من المستهدفين، لكن وفق بعض الأنباء ووفق مراسلتنا من الاحتمال أن يكون قياديا في حزب الله. يعني هل يمكن أن تغير من الحزب شيئا؟ يعني أولا، خلال الدقائق الأخيرة فقط تابعت الإعلام الإسرائيلي كافة المواقع الإخبارية تقتبس مواقع إخبارية لبنانية وتقول بأن العملية هي عملية استهداف، عملية اغتيال، وأن العملية تمت بواسطة مسيرة. وهناك إشارة لمواقع إخبارية لبنانية تقول بأنها مسيرة إسرائيلية، بمعنى الإشارة إلى احتمال كبير أن تكون عملية استهداف، والحديث عن اغتيال لأحد قيادات ميدانية لحزب الله، ولكن كل ذلك بدون أي إشارة إسرائيلية رسمية. لم يكن هناك أي تصريح رسمي لا من الناطق باسم الجيش، كما هي العادة بشكل عام. الجيش يقول قمنا بكذا وفعلنا كذا، كانت هذه نقطة التغير والتحول الإسرائيلية، بأن إسرائيل يعني أعلنت عن استهدافها للقيادي بحركة حماس. هي تختار متى تعترف. القاعدة بأنه بشكل عام لا تعترف، ولكن مع مرور الوقت وبسبب تسريبات يقوم الإعلام الإسرائيلي بكشف حقائق عادة لا تكون على لسان مصدر معرف، مصدر أمني، حتى الآن لا يمكن يعني القول. ولكن كافة الأخبار تضع التسلسل بهذا الشكل، بأنه كان هناك صفارات إنذار في منطقة إصبع الجليل، كان هناك قصف من داخل لبنان إلى مواقع داخل إسرائيل. أحد المواقع الإسرائيلية تحدث عن إصابة ضابط كبير من الجيش في أحد هذه الإصابات، وبعد ذلك يتم اقتباس المصادر اللبنانية عن عملية الاستهداف، أو على الأقل استهداف هذه السيارة، بدون أي تصريح رسمي أو عسكري إسرائيلي. يعني لننتظر، ومن المؤكد بأنه سيكون هناك تداول لهذا الموضوع. الآن كما ذكرنا في البداية على أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى خروج الأمر عن السيطرة، بمعنى أن قواعد الاشتباك المضبوطة حتى الآن من الطرفين، من حزب الله ومن إسرائيل، والتي يعني تركز العمليات في المنطقة الحدودية أو على جانبي الحدود واستهداف المناطق العسكرية، يؤدي الآن قد يؤدي إلى اشتعال. لأنه مثل هذه الأمور كما في المرات السابقة قد تعني بأن حزب الله سيرد ولن يترك هذا الموضوع، على الأقل حتى الآن هذا ما تم، بأنه يقوم بالرد على مثل هذه العمليات. وعادة العمليات الرد تكون خارج إطار عملية أو اتفاقيات الاشتباك الحالية. الأمر الذي قد يؤدي إلى رد إسرائيل أيضا على هذا الرد، ومثل هذا الرد والرد المقابل لكن قد لكن هنا سيد محمد، ألا يعتبر هذا تناقضا إسرائيليا؟ يعني ما بين تصريحات حتى قائد الجيش، جيش الاحتلال، يؤكد على ضرورة التوصل لحلول دبلوماسية سياسية مع حزب الله بدلا من التصعيد والتوترات الحاصلة والتي حتى الساعة تبقى محدودة يعني وفق المراقبين، ألا يعتبر تناقضا؟ يعني عندما نتحدث عن إسرائيل هناك أكثر من موقف. هناك الموقف الحكومي، وحتى الحكومي عندما نتحدث عن مجلس الحرب هناك موقف بنيامين نتنياهو وهناك موقف غانتس. مقابل لكن ذلك هنا فيما يخص الشمال الإسرائيلي والتوتر مع الجنوب اللبناني، كان هناك إجماع سواء إسرائيليا داخليا على مستوى كل القيادات وأيضا على مستوى حلفاء إسرائيل. صحيح، على مستوى العمليات، ولكن على مستوى مستقبل أو قضية مستقبل هذه الاشتباكات لم يكن هناك إجماع. بنيامين نتنياهو يريد يعني إذا حصل أي تقدم في مفاوضات تهدئة في غزة، حسب التقديرات الإسرائيلية فإن حكومة بنيامين نتنياهو إذا بقيت بتركيبتها الحالية، بمعنى بمشاركة بن غفير وسموتريتش والأحزاب المتطرفة، فإنها ذاهبة للتصعيد في جنوب لبنان، في على الجبهة الشمالية.
ولكن في المقابل هناك أيزنكوت وجانس في مجلس الحرب، إذا بقيا في الحكومة بعد مثل هذه التهدئة في غزة إذا ما حصلت، فإنهما سيدعمان تهدئة أيضا على الحدود اللبنانية. حزب الله قال من طرفه بأنه التهدئة في غزة هي شرط للتهدئة في الشمال، ولكن بنيامين نتنياهو وجالانت مثلا تحدثا بشكل واضح بأن التهدئة في غزة لا تعني ولا تشمل التهدئة في الجنوب اللبناني. جالانت تحدث قبل أيام بشكل واضح وقال يعني بشكل واضح بأنه حتى لو توصلنا إلى اتفاقيات تهدئة في غزة فإننا لن نوقف العمليات في لبنان حتى ننجز، وهو هدف جديد لم يكن معلن سابقا ضمن أهداف الحرب، حتى ننجز عملية إبعاد مقاتلي حزب الله إلى ما بعد الليطاني أو حتى أكثر من ذلك، وتدفيع الثمن لحزب الله على العمليات التي قام بها خلال الحرب مع غزة، بمعنى أن على مستوى التصريح الرسمي إسرائيل قد تشعل المنطقة الشمالية من أجل أولا إطالة أمد الحرب وهو ما يريده بنيامين نتنياهو، وثانيا من أجل يعني استعادة الردع الإسرائيلي بالمصطلحات الإسرائيلية، وهو أمر جدي بالنسبة للمجتمع وللقيادات السياسية والعسكرية التي تشعر بأن أحداث الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر نعم وما حصل بعدها والخسارات الكبيرة وتجرؤ من وجهة نظر إسرائيلية الحوثيين وتجرؤ حزب الله و مجموعات مسلحة في العراق وسوريا، كل ذلك يتطلب استعادة الردع الإسرائيلي الذي لن يتم إلا من خلال توسيع الجبهة الشمالية. شكرا جزيلا لك محمد زيدان، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الناصرة.